عشتوني عشتوني جدا والله العظيم، عشتوني قد العالم. مساء الحب على امي، مساء الرضا على حبيبتي، مساء الهنا والسعاده على اختي وجارتي، مساء الفل عليكم جميعا. وحشوني قد الدنيا. ما عندناش وقت كتير جدا احنا نرغي. الحقيقه ان احنا النهارده ما عندناش مشكله واحده ست، احنا عندنا لا مجموعه من المشاكل لبعض من الرجال، مجموعه من المشاكل لبعض من الرجال في برنامج هي وبس. ايوه، الاسبوع اللي فات كان عندنا مقدمه عن فكره الراجل اللي بيدخل في علاقه مع واحده بنت وبيطلع يجري وكذا. فمن يوميها لحد امبارح كثير من الرجال او بعض من الرجال كانوا معترضين جدا 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 على التقديمه دي، وبعتوا للبرنامج وقالوا لا يا رضو، بقول لك ايه، هو مش طبق شوربه هشربه. استنوا بقى اطلع لكم قدام كده. هو مش طبق شوربه هشربه، هو انا كل ما اعرف بنت او لازم لما ادخل مع بنت في علاقه اتجوزها، مش اعرفها الاول، اعرف اخلاقها، اعملها تيست امتحان عشان اشوف اذا كانت تنفع زوجة المستقبل ولا لا. وبعدين زي ما انت بتقولي لهم، احنا كمان لازم نعمل، احنا لازم نستخير ربنا. وبعدين ما هي ممكن تطلع اخلاقها مش كويسه، هو الرجاله بس اللي وحشين؟ ما هي ممكن تطلع طماعه، ما هي ممكن تطلع يعني مش لطيفه، دمها تقيل. المهم يعني ان الرجاله من الاسبوع اللي فات لحد دلوقتي بيقولوا كلام منطقي جدا، وهو ان البنت اللي هو بيدخل معاها في علاقه هي مش شوربه هيشربها، ولازم ياخد وقته الولد حبيبي يا حرام. فانا بقوله شيك هانس، انا اول مره هتفق معاك على فكره، انت عندك الف حق في اللي انت بتقوله، بس خليني اسالك شويه اسئله ادي كده صغنطوطه ادي كده. هل وانت بتتعرف على البنت دي بتتعرف على اهلك معاها؟ ما انت عارف يا حبيبي ان انت مخطوب لدينا بنت خالتك من وانت 7 سنين وهي 5 سنين يا بابا، ومكتوبين على اسم بعض، وماما ما عندهاش غير اختها حبيبتها اللي بتتمناها من الدنيا. ماما عندها القلب، فماما لازم كل الكلام اللي هي بتقوله احنا ننفذه. هل انت بتكتشف كده بعد 3 سنين من العلاقه؟ ما حبيبي انت في البيت يا بابا، يعني انت في البيت، ده بابا وده ماما ودي تيتا، يعني مفيش موضوع. ما من الاول قول لها ان انا اهلي مش هيوافقوا على الجوازه، فمعلش انا اسف انا مش هينفع ادخل معاكي في علاقه عشان انا مكتوب على اسم دينا بنت خالتي من واحنا عيال صغيرين. ما بتحضرش فرحك؟ ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم وعرسنا الليله؟ ما حضرتوش؟ ما حضرتش ولاده سهى ونهى حبايبي بناتك الحلوين؟ ما كتبتش تحكمي؟ ما كتبتش شهاده الميلاد؟ بتكتشف بعد 6 شهور من العلاقه ان انت متجوز، وبعدين بتصدمها تقول لها انا متجوز. يا صلاة النبي يا سلام. طيب بلاش دي، بلاش دول. طبعا الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى يا حبيبي، يعني ربنا هو الرزاق. لكن هل انت بتكتشف بعد سنة و8 شهور ان انت ظروفك المادية لن تسمح ليك ان انت تخطب وتجيب شبكة طب ما من الاول هي دي ظروفي. يعني هل انت مثلا بتحط الفلوس تحت السرير فبترجع البيت تلاقيها مسروقة؟ ابسولوتلي ما بيحصلش، انت عارف ظروفك من الاول وعلى قد حيفك مد رجليك. طيب هل وانت نايم نوم عميق 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 بيجي لك حاجه كده بتقول لك ايه، وسواس كده ولا ما اعرفش بيه وسواس؟ انت كوميتمنت فريك، او انت عندك مشاكل ان انت ترتبط بتخاف من الارتباط؟ طب ما انت عارف يا حبيبي ان انت بتخاف من الارتباط من الاول، تكتشف ده بعد سنتين وشهرين ليه؟ ما تروح تقول لها انا داخل في علاقه بهيص، انا راجل ممهيص في نفسي، عجبك يا قطه، عجبك مش عجبك خلاص. لكن انتوا بتقعدوا سنه واتنين وتلاته وبعدين تخترعوا اي اختراع الزواغان. اكلمك بقى الزواغان، انا اكلمك على الزواغان، ها اكلمك عنه. انت عليك شيكات امانه؟ انت بتنهي علاقه وتطلع تجري وتسيبها هي على امل انها خناقه عاديه هترجعوا فيها تاني؟ ما بترجعش يا بابا، انت ما بترجعش. يكون مظبط نفسك قبلها باسبوع 10 ايام مع صاحبك اللي جاب لك صاحبته او صاحبه خطيبته، فانت مروق حالك وتمام وخلاص، وفي الخلفيه في واحده تانية يا زهقت فبتطلع تجري ليه؟ تعالى هنا بتطلع تجري ليه؟ دي كانت علاقه سنه واتنين وتلاته واربعه، انت
ها خدت الصاروخ وطلعت على الكوكب بره ليه يا بابا؟ ليه؟ ما تقعد تتكلم معاها كده زي اتنين بني ادمين محترمين. انا مش عاجبني، مش عايزه اكمل، وانا بحبك وبحترمك وكل حاجه تمام وبتاع، بس انا مش هكمل. مش برساله انا مش مكمل بعد 3 سنين وتسيب البنت تقتل نفسها. نتكلم بجد بقى. طب يا اللي بتدخل في علاقه مع واحده بنت، هتقبل على نفسك ان انا اجي اقول لك ان انا عندي واحد يخش في علاقه مع اختك؟ لا، واحتمال تديني بالبوكس تغير مجرى التنفس عندي، وهترد عليا تقولي لا انا اختي محترمه. يعني انت اختك محترمه ولاد الناس مش محترمين؟ طيب هيبقى عندك رد تاني، هتقولي انا ضامن نفسي، انا عارف انا بعمل ايه مع البنت دي، لكن لو انا النهارده اختي دخلت في علاقه مع حد تاني انا مش ضامن. طب ما دي كسبتها، دخلت في علاقه مع كام واحده وسبتها وخدت منها ايه؟ بقوه الحب. ها انتوا عارفين الاغتصاب ده ما بيبقاش اغتصاب جسدي فقط، الاغتصاب هو ما يسلب بالقوه، وفي حاجه اسمها قوه الحب. خدت منها ايه بقى تحت بند قوه الحب؟ وبعدين ترجع بعد كده حضرتك معترض ان احنا بنقول لها ان انت ما تنفعش؟ لا حبيبي، انت فعلا ما تنفعش، عشان الراجل المحترم بيعرف بنت بمنتهى الادب في وجود بنت خالتها او بنت عمتها او واحده صاحبتها اسبوع اتنين تلاته اربعه خمسه، يشوفها فيهم 5 6 مرات، يتاكد انها بنت اصول، يتاكد انها بنت حلال. في حاجه اسمها باب بنخبط عليه ونقول للناس احنا عايزين نتجوز بنتكو. شفت سهله ازاي؟ ها لطيفه ايه ولذيذه ايه جميله، مفيش موضوع. يلا ادي الرد على الرجاله اللي هم كانوا معترضين من الاسبوع اللي فات، واحنا هنبتدي هنبتدي نلتفت ليكوا، ولما تبقوا معترضين على حاجه هنطلع نرد عليها على طول كده بلطافه وظرافه ولذاذه كده. ها نرجع بقى لابتسام الحلوه، نرجع للحلقه الجديده هنبتديها بعرض ازياء ونرجع ليكم من هي وبس. Thank you.